علاقة العراق مع أمريكا علاقة زواج بالإكراه، هذا توصيفي. بس كنظام سياسي كالعراق، العراق لا يريد أن تخرج العلاقة عن طابعها العسكري والأمني، زواج بالإكراه يعني في كل الحكومات العراقية. أي نعم، يعني مو زواج كاثوليكي، يريدون استخدام العراق ك... لا الأمريكان لا يعتقدون بالزواج الكاثوليكي ولا العراقيين. بس هذا بالتالي أكو ظروف دولية تاريخية صارت، هذا ما زال العراق تحت الهيمنة الأمريكية، لكن العراق حاول، الحكومات المتعاقبة حاولت أنه الاستفادة من الإمكانيات الأمريكية باعتبارها القوة الاقتصادية الكبرى، لكن الأمريكان يصرون على استخدام العراق كأداة لساحة لمواجهة إيران و ما يسمونهم أعداء. هسه أنا مؤمن أنه العلاقة مع الأمريكا، توصيف بكل صراحة وبكل اختصار وياك، أنا مؤمن يعني ممكن أنه زواج بالإكراه مجبورين كذا. بس أقول شيء، أنت كنت تصف الكاظمي بأنه صديق الأمريكان، ماذا تصف السودان اليوم؟ لا شوف، هو ما حد كان ينتقد الكاظمي لأنه صديق، كنا ننتقده لأنه كان يقدم نفسه كعميل، هذا التوصيف الوحيد، وكاذب كشخصية سياسية. أرجع إلى الحديث على اللي تفضل به الأخ نزار من أمريكا، ذكر مغالطة مو صحيحة، البنك المركزي باع هذا القدر بس بالسعر الرسمي 132، وجاء هذا الموضوع بقرار شجاع من السودان. يعني خلينا نطلع من هاي القصه، شو نزار حيدر صاير مثل غالب الشابندر، كل ما يجي قال عنده رساله، عوفك من هاي القصه يا استاذ مازن. هاي مغالطه، اي مغالطه. عموما ابقى لدى قصه انه شوف معلومه مغلوطه، ما يخالف. بس يعني واحدة من الأشياء اللي تذكرها أنت دائما أنه أمريكا يعني مجبرة، مضطرة على التعامل مع قوى الإطار لأنه قبان العملية السياسية. مو هاي مغالطة أيضا؟ مو الإطاريين اللي مجبرين على التعامل مع أمريكا لأنه مستقبلهم السياسي مرهون بأمريكا؟ يعني كل احنا الكل يعلم بأن أمريكا برغماتية وواقعية، لم ترد المالكي وتعاملت مع المالكي، لم ترد الجعفري وتعاملت مع الجعفري، لم ترد عادل عبد المهدي، بالتالي لم يكن خيارها المفضل مثلا وتم تعاملت. بالتالي أمريكا برغماتية في علاقاتها وتتعامل مع الأمر الواقع، و يعني مثلا في المنافسة بين علا وبين المالكي واضح أنه الانحياز الأمريكي والدعم الغربي الخليجي العربي آنذاك كان يعني يتجه باتجاه مثلا السيد علاوي. مع هذا أقول أنه براغماتية، بالتالي الإطار فرض نفسه كلاعب سياسي، فرض المعادلة وشكل الحكومة بعد أكثر من سنة من التعطيل، وبالتالي مضطرة أمريكا. وبالتالي أريد أن يعني ذا تعليقا واستكمالا للحديث عن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، يعني أريد لهذه الحكومة أن تحاصر. ليش مضطرة؟ وأريد أن تشن عليها حرب نفسية. شنو الاضطرار مثلا الأمريكي؟